عندنا لهنا لافيون داجي، لافيون داجي اللي هنا اللي دبلتها قالي درت لها شويه حبات على البصل وشويه ملح في الكحل شويه زيت وشويه تاع زبده. دوزنتها كيما دوزنتها وطيبتها هنايا خاطر لازم تطيب. ومن بعد عندنا البطاطا، البطاطا تاع اللي قطعناها دي روندال. هذا شيبس هذا؟ نو لازم تكون هكا رقيقه. هي لازم تكون رقيقه خاطر باش نحضروا بها الورده تاعنا. نعم. هنا لازم بطاطا باش كي نطيبوها لازم نغطيها بابي كيم باش تذبل. هذا لو بوت تتبال. لازم تتبال باش نقدروا نحطوا مقرمشه. كوليمانيا بالنسبه نعم كوليمانيا نقدروا نفاسونيو لي فلور تاعنا عاديه خاطر كون تكون يابسه ما تقدرش تصعد تدخل للفرن هذه. واش نديروا؟ عندنا لهنايا لافيون داجي تاعنا دوك نضيفوا لها كميه تاع المعدنوس، حبه تاع البيض خاطر البيض هو اللي حيشد لنا هذوك لي فلور تاعنا هذوك لي في تاعنا. نحكموا لهنايا. البطاطا هي الأولى. البطاطا هي الأولى، نحكموها نشكلوا كاع شرائح هكذا. حتى نحصلوا نغلقوا كاع لازم ندير وحده فوق وحده هكذا لازم ما لازمش تكون تكون وحده لازم تكون ندير وحده فوق وحده هكذا هكذا حتى نكملوا كاع نغلقوا لازم تكون طريه ومن بعد لداخل نفاصونيوها لداخل نعمروها نفارسيوها بلافيون داشي تاعنا اللي كنا حضرناها. كاين اللي حاب يضيف لها جبن مبشور لداخل ولا يضيف لها الجبن العادي ولا كل واحد لافيون داشي ويني هنا دوك نعمروها لداخل نعم هو القلب ديالها وندخلوها للفرن باش تتحمر بك ليجيرمون هكذا راني جوست ولا نزيد؟ راك جوست راني مليح خلاص كنت طيبه صح خلاص اليوم انا راني هنا صافي ندخلوها للفرن برك باش يشد هذاك البيض يشد لنا هذاك لي في تاعنا مع لافيون داشي خاطر كلش راهو طايب. ومن بعد كي تخرج نسقيوها بهذاك نشبحوها في لاسيات ونسقيوها بلاصوص اللي كنا حضرناها تاع الدجاج. اي تري بيان. هي حاجه سهله واليوم حنا ماركين البطاطا نقليوها نديروها كباب والاخر اليوم بدلنا الشكل ديالها. يعني سي بريزونتابل. سي بريزونتابل وحاجه خفيفه وما واش رايك؟ شابه خير من شابه جات هذه برك متبالة شويه. خلي. انا نحب نصابوطي على بالي تحبي المواهب تحبي تدفنيها انت هكذا وندير لافيون داشي داخل خليهم لافيون داشي كنا دخلنا نضيفوا لها الجبن الابيض ونضيفوا لها البيض خاطر لازم البيض خاطر هو اللي يشد لنا هذيك الورده ديالنا ندخلوها للفرن بك في الفرن عفوا نقدر نشعلوا لها غير من الفوق بك باش تحمر لنا بك هذاك البيض وينشف لنا باش تشد لنا هذا ما كنخاف كل شيء يعني شفتوا عائله اللي ما يكونش فيها الغاشي نعم باسكو اللي كان الغاشي والله غير شوفي زهره وليو ديري قطعي زعما اسيا تالي فخيت بزاف الاخر هذه كما حنا نقولوا اقتصاديه تسخمت مو على نعم خاطر لك ديري فريت كيش واحد عمري يخرج اسيا هذه كيلو يقدر يخرج لك شحال من ورده داكور ما تبعتش كنت لاتي مع الورده ديالي مور هذا الشيء نديروا لها فيونداشي ياك نعمروها بهذيك لافيونداشي اللي كنا درنا لها البيت الحمد لله شيء جم نعمروها لداخل وندخلوها في الفرن.